في نوع من الثنائية المصطنعة ونوع من التبسيط ديال معسكر الإباحيين ومعسكر المحافظين على الثوابت وعلى النظام العام. وتصريف هذه الثنائية المفتعلة والمصطنعة أحيانا تتم أو تواجهنا بعض الأسئلة في عدة سياقات متنوعة، واش أنت مع الرضا، واش أنت مع الإجهاض، واش أنت مع كذا، وهذا فيه نوع من التبسيط. لذلك أنا شخصيا كنت حريص أن أطلب تقديم عرض في المجلس الحكومي حول السياسة الجنائية. كنا ندخلوا في التفاصيل والمساطير والتقنيات، خصنا نعرفوا واش عندنا شي خيارات، لأن الدستور كيهضر على السياسة العامة والسياسة القطاعية والسياسة العمومية. واش عندنا سياسة قطاعية جنائية؟ واش عندنا سياسة عمومية أفقية؟ واش عندنا سياسة عامة للدولة في المجال الجنائي؟ وشنو هي هذه السياسة؟ المنتدى ديال فاس هو منتدى حول الحريات الفردية في المغرب اليوم، والسياق العام يفرض نفسه لأن هناك انشغال المواطنين والرأي العام والقوى الحية بالبلاد بالسبل الكفيلة بتفعيل الأحكام الدستورية التي وسعت هامش الحريات سواء الجماعية أو الفردية. وهذا التفعيل أيضا يأتي في سياق استكمال مسار تنزيل توصيات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، مما يقتضي بالإضافة إلى ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، مراجعة الترسانة القانونية خاصة فيما يتعلق بقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، حتى تكون لدينا مرجعية قانونية متلائمة مع دستور المملكة ومندرجة في إطار التزامات المملكة المغربية مع المجتمع الدولي، لأن المغرب منخرط في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان وهو عضو فاعل في الكثير من الآليات والفعاليات، وبالتالي لا بد من إدماج هذا البعد الحقوقي في السياسة الجنائية التي نعتزم تطويرها وتحديثها بما يتلائم مع دستور المملكة والتوجيهات الملكية والالتزامات الدولية للمغرب، وأيضا تطور المجتمع المغربي الذي أصبح يتطلع أكثر إلى التمتع بحقوقه وحريته الفردية والجماعية. اختار الإخوة في فاس أن يكون المنتدى حول الحريات الفردية، ولا شك أن للموضوع راهنيته، وأن النقاش اليوم في المجتمع هو نقاش حول موضوع الحريات الفردية. حرصت أن أحضر مثلكم كمستمع كمنصت، لأنني مؤمن أن هذا الموضوع لا بد فيه من حوار اجتماعي مجتمعي واسع، حوار يشارك فيه الجميع بمنطق لا غالب ولا مغلوب، ولكن الأساسي فيه هو أن المكتسبات التي أحققتها بلادنا فيما يتعلق بالحريات العامة، الحريات التي كما تعلمون ناضل من أجلها الاتحاد الاشتراكي مع كل القوى التقدمية والوطنية لعقود، واللي أدت للمكاسب التي يعلمها الجميع. اليوم نطرح للنقاش موضوع الحريات الفردية، وعلى رأس المواضيع المطروحة في الحريات الفردية هي حقوق المرأة والمساواة والحرية والكرامة. هذه المبادئ والقيم لا بد من نقاش واسع فيها، وأعتقد أن فاس ستكون منطلقا لهذا النقاش. إذا خصنا نفهموا هذه العلاقة ما بين قانون الحريات والقانون الجنائي، وهي علاقة متشابكة متداخلة في مختلف السياقات الاجتماعية. طبيعة الحال الجواب على هذا السؤال لابد أن نضع مسألة الحريات في معادلة ثلاثية الأضلاع، وهي الحريات، النظام العام، والسياسة الجنائية. شنو كنقصدوا بالنظام العام؟ شنو
يعني باسم ماذا نحد من حريه او نرتب جزاءات وعقوبات على من يمارسها؟ باسم ماذا؟ باسم حمايه المجتمع والنظام العام الى غير ذلك.